فأجبنا له يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخبرني عن الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبرني عن الساعة. المسؤول عنها بالعالم من تسأل. أخبرني عن أمارتها. أن تلد اللامة ربتها وترى الحفاة العراة العالات الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان. رواه مسلم. رواه البخاري.